أهلا بحضراتكم إلى نقاشنا الرئيسي الأول في حلقة هذا اليوم، والذي سنتحدث فيه حول تطور الوضع الانتخابي في تونس في ضوء كم المرشحين الذي يبدو كبيرا إلى حد بعيد مع إعلان حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان التقدم رسميا بمرشح رئاسي ستقدم عبد الفتاح مورو أو الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة، بعدما قررت الدفع بزعيم الحركة راشد الغنوشي على رأس قائمة تخوض غمار الانتخابات التشريعية. دكتور سمير راغب مدير المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية والأمنية ينضم إلينا في الاستوديو. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ أحمد أهلا بك. ما الذي يجري في تونس ما بعد رحيل الباجي قايد السبسي في اليومين التاليين لوفاته في ظل البكائيات ورسائل الرثاء التي قدمت؟ كان البعض يتصور أن هناك توافقا على سبسي جديد يقود دفة التوازنات في تونس، لكن يبدو أن الأمور ذهبت إلى سباق انتخابي جاد وحاسم للغاية. لا شك فكرة المرشح التوافقي احنا لم نصل لها في تونس، يعني الشعب التونسي لم يوصل لها، وخاصة ان هناك حتى نداء تونس منقسمة بين اربع اتجاهات. نضيف لهم طبعا تحيا تونس يوسف الشاهد، نضيف لهم قلب تونس نبيل القروي، احزاب اللي هي نشأت على انقاذ بن زيد الدين بن علي، فما فيش توافق. حتى يعني التيار النهضة، حركة النهضة الإسلامية، منزل عبد الفتاح مورو، وفي حماد الجبالي كان مستقيل من 2014، لكن طبعا الاستقالة زي ما عندنا بيحصل واحد يخرج من، لكن هو حقيقة لديه مشكلة مع قيادات النهضة من فترة بالضبط، لكن هو في الأخير هو بياخد جزء المنصف المرزوق الذي كان مدعوما أصلا من قبل الحركة المرزوقي طبعا يعني، وده اللي أنا أتوقعه يمكن أن في الأخير ممكن يتم توافق ما بين المرزوقي وعبد الفتاح مورو، ان كلاهما يعني يدعم الاخر، احدهما يدعم الاخر، لان المرزوقي لما جاب اقل من 45 بحاجه يعني كانت نسبه 55 وكسر لصالح القائد السبسي، فاعتقد ان الكتله دي ما كانتش كتلته لوحده، كانت كتله النهضه. فحاله التشرذم دي هتفضل موجوده اكتر من 50 مرشح بالمناسبه، يعني قبل الهواء كان عدوا ال 50 مرشح، ولكن طبعا في 31 اغسطس هتعلن نتيجه اللي هم هيخوضوا الانتخابات. لكن حتى لو كانوا 10 ما هم عدد كبير، لان برضو عشان المتلقي يعني يدرك الميكانيزم او اليه الترشح يكفي 10 نواب. النهضه تمتلك 68 نائب، يعني قادره على الدفع بست مرشحين، او يحصل على 10,000 تفويض من 10 دوائر انتخابيه، لا تقل عن 500 من كل دائره انتخابيه، او 40 من المحليات من المنتخبين المحليات. فهو الفكره انها ربما تكون سهله، يعني طبعا عدد نواب البرلمان التونسي 217، يعني ممكن يجي تقريبا 21 مرشح بتفويض من البرلمان. فطبعا هنضيف لهم رجال اعمال ربما يكون يعني هيخوضوا الانتخابات بجديه، لكن ربما ما يكونش لهم حظ. طبعا بقى بيكون في الناس اللي عايزه تتشهر واللي عايزه نازله تكسر في الكتل الانتخابيه، لكن اعتقد ان الاعاده اللي هتبقى في نوفمبر، في 3 نوفمبر، هي اللي هتكون الهامه جدا. لكن لو كان في توافق بالكتله المدنيه كان ممكن يحسم من الجوله الاولى. كون النظام في تونس يعني ليس نظاما رئاسيا كاملا ولا نظاما برلمانيا كاملا، هو المختلط او البرلماسي كما يقولون عليه تندرا، ونصف رئاسي نصف برلماني، للبرلمان سلطات معتبره ولا باس بها تبعا لتكليف رئيس الحكومه وفق الاغلبيه، ولرئيس الدوله حتى وان لم يكن يصيغ التصور العام لاداء الدوله لكنه في النهايه له دور لا باس به. هذه التوازنات في توزيع السلطات في الدستور التونسي هل اثرت على نظره الشعب التونسي او الناخب التونسي لمقام مقعد الرئاسه قبل او بعد الباجي قايد السبسي؟ لا شك ان مقعد الرئاسه مهم حتى لو كان النظام برلماني، لا شك، وخاصه ويمكن علقنا مع بعض فيها عبر اكسترا نيوز، لما جه ياخدوا قانون للعزل السياسي السبسي لم يصدق عليه. اذا رئيس الجمهوريه يملك سلطه التعطيل، فاذا كان رئيس الجمهوريه من كتله النهضه والغنوشي نجح في البرلمان وبقى رئيس البرلمان، فاذا التشريع اللي هيطلع من البرلمان هيتم الموافقه عليه يغير قواعد اليه الديمقراطيه او الحكم في تونس، ودي المشكله. الاخوان معروفين وانا بقولها دايما، يعني هم عندهم الديمقراطيه اليه للوصول للحكم وليس اليه للحكم او تداول السلمي للسلطه.
دي مشكله الاخوان. يعني الناس كلها يقول لك ما هم بيوصلوا بالصندوق، هم بيوصلوا بالصندوق زي ما وصلوا في تركيا بالصندوق، بيتمرد على الصندوق. فالخطوره ان الترشحين بياتوا في وقت واحد. يعني الغنوشي اعلن ترشحه على اساس يحصل يعني تبديل. دلوقتي عبد الفتاح مورو هو رئيس البرلمان بالانابه، فيصعد الى منصب الرئاسه او يناور ككارت منوره في للوصول الى نوع من المشاركه في الرئاسه ان لم يصلوا ليها بمرشح مباشر، لكن ممكن يوصل بالمرزوقي مثلا. في منطقه التراتبيه الهرميه كان يفهم الا ياتي زعيم الحركه مرشحا، لان في 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 الافكار والمعتقدات للجماعات الدينيه مقام راس الحركه هذا مقام لا يضاهيه مقام لا في سلطه تنفيذيه ولا في امنيه ولا في غيرها. لكن ان تدفع النهضه براس الحركه مرشحا في الانتخابات النيابيه بينما النائب يقدم للانتخابات الرئاسيه، هذه مساله قد تبدو بحاجه الى اعاده شرح. هو فكره البراجماتيه اللي هي الاخوانيه. هو في 2016 اعلن الغنوشي انه انفصل يعني سياسيا كملف على الاخوان المسلمين، ويبقى اللي هو الشق الدعوي، وان هو اصبح حركه سياسيه بخلفيه اسلاميه. الغنوشي كان امام مفترق طرق، اما يكون المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين وده كان مطروح، او بالطبيعي ان هو مرشح ان يترك مكانه كزعيم لحركه النهضه. فهو بيبحث عن دور. بالاضافه لان فكره الاخوان كتنظيم بدا في المنطقه وفي العالم ما تبقاش مقبوله، فهو عايز يقول اهو دليل ان انا بتخلى عن الفكره العتيقه لاول مره في التاريخ طبعا تحصل. وزي ما سيادتك بتقول ان هو المقام يعني رئيس التنظيم اعلى من رئيس الجمهوريه، ودي الفكره اللي موجوده زي يعني المرشد الاعلى في ايران وخامنئي، يعني خامنئي وروحاني. فهو عايز يقول يا جماعه انا سياسي، بدليل حاجه ان الغنوشي وعبد الفتاح مورو لما دعوا نعوا السبسي قالوا انه مهد طريق الديمقراطيه وقبول الاخر ومدنيه الدوله، مع العلم اساسا هو يعني الله يرحمه السبسي كان بيقول ان هم اكثر خطرا من السلفيين، ان النهضه يعني اصوليين اكثر من السلفيين. لكن هو دي منورات. لكن هو ايضا يعني الراحل كان يعني براجماتيا ايضا في شق كبير، عندما مد جسور التحالف معهم في فتره من الفترات قبل ان تصل الامور الى حد القطيعه في العام الاخير من حياته. انا بتحدث ما بعد القطيعه وما بعد محاوله اللي هو العزل السياسي، لانه قانون العزل السياسي اللي كان يعني معمول ضد يعني دساتير العالم وقوانين العالم، يعني يقول لك استفاد من الترويج السياسي، استفاد من الترويج الاعلامي، يعني كلام كله ممكن يعني يتهم به اي حد منافس. يعني انا مع فكره ان لا عوده للماضي والفاسدين لابد ان يتم اتخاذ موقف، ولكن بالقانون وليس بالحكم الشمولي ان يتم اقصاء هذا واقصاء هذا، وخاصه ان الاخوان بتكوينهم ان هم عشان نظاميين جدا فهم ما بيخرجوش من قطيع الجماعه، فبيبقى تصرفاتهم محسوبه، فيمكن ما تقدرش تمسك عليه. لكن هناك اصوات غضب مسموعه داخل حركه النهضه على مدى السنتين الاخيرتين، والاشاره لحماد الجبالي والاشاره حتى لعديدين كانوا في قمه الهرم في حركه النهضه، تقول بان هناك قدر من التململ او الضيق. حتى بالامس كان معنا الدكتور طه علي عبر الهاتف، اتذكر ما قاله من ان حتى تصويت مجلس شورى حركه النهضه لم يتم، وان القرار جاء قرارا منفردا من بعض قيادات الحركه وفقط، ولم تتم عمليه التصويت. يعني ده يعني نظريا يعني طبيعي ان هناك انقسام، لكن انا بمتابعه الاخوان في مناطق كثيره ومنها في مصر، ان فكره التقيه ان هو يعني يظهر شيء ويخفي شيء اخر موجوده. يعني انا واحد من الناس، بس اعتبرني حاله خاصه، انا غير مقتنع بفكره اللي هو انشق على الجماعه حتى هنا في مصر، مع احترامي لكل من انشق، يعني لسبب الجماعه اللي بتقتل خصومها ازاي يعني بتسيب اللي بينشق كده يقعد يطلع يشتم فيها في التلفزيون ويطلع اسرارها؟ يعني انا ده اعتبرها دي فكرتي الشخصيه، والزمن سيثبت ذلك. يعني انا يعني مش عايز اسمي ناس عشان ما لهمش دعايه. في احد الناس قال لك ده اردوغان مصر، وان ده الراجل ده ليبرالي وابتدى يعمل يعني جراوند في 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 ارضيه في الليبراليين، وان ده هيكون النموذج اللي كان في اردوغان في الوقت ده، نموذج يعني ما قبل 2011 كان ليه يعني قبول في الشوارع العربيه.
بعد كده اكتشفنا انه هو لا ده هو ما يفرقش عن باقي التنظيم، مع ان نفس الشخص كان انضم للجهاد وراح افغانستان وعمل قنابل وقال لك ده خرج وبقى جهاد وبعد كده رجع بقى اخوان وبعد كده فجأة بقى اردوغان. انا مش يعني فكرة التنظيم ده بتكوينه بالهيراركي تبعه الهرمية تبعه والايديولوجية العميقة اللي هي تمثل محدد فكر عميق ربما يصل للعقيدة الدينية، يعني عقيدة الاخوان لما تتكلم معاه زي عقيدة الدين سواء كان دين اسلام او غير اسلام. فكرة دي انا اعتقد ان حمادي الجبالي واخرين هو عايز يغرس فكرة ان احنا النهضة مش متحدين، فبالتالي لما الكتلة المدنية ما تبقاش متحدة يقول لك ما هو النهضة برضه مش متحدة، لكن في لحظة ما هتلاقي ده بيتنازل لده وده بيطلع لده وفي الاخر الفكرة ان هو يوصل للاخر ان يكون هناك مرشح اسلامي امام مرشح اخر. لو المرشح الاخر طلع من خارج الكتلة المدنية او ملوش يعني صيت كبير او ملوش خبرة كبيرة يبقى الوضع هيبقى صعب جدا، لان تونس شرق تونس في وجود كبير للنهضة كان جي او كمنظمات مجتمع مدني مؤسسات وجمعيات بتدي معونات وبتدي شرق تونس بالكامل، بدليل لما ظهرت داعش ده ظهرت في بنجردان يعني في شرق تونس. فالتصويت في الاخير ما بيعتمدش على جماهيريتك، يعني ممكن حد فينا يكون مشهور جدا لكن ينزل ما يجيبش اصوات كتيرة، لكن في حاجة اسمها الشعبية. الشعبية موجودة في شرق تونس، ناس بسطاء غلابة زي الناس اللي عندنا اللي يعني انتخبوا سواء برلمان كان يعني ناس. لكن في تونس ونحن نتحدث عن انتخابات رئاسية وتحديدا كما أشرت حضرتك في جولة الإعادة سيكون فيها القول الفصل وتحديدا ستكون بين خيارين اثنين، التصويت سيكون على أسس أيديولوجية على مفاهيم فكرية ولا على أسس برامجية أو موضوعية بين المتنافسين، خصوصا وأن أحد المترشحين كان يتحدث قبل ساعات وكل الحديث كان منصب حول قضايا اقتصادية وضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد التونسي ورفع معدلات النمو لأن معدلات النمو غير مقبولة وخفض معدلات الدين، قضايا تمس الشارع التونسي بشكل مباشر لا قضايا مرتبطة ببعض المسائل الأيديولوجية ولا قضايا تخص دول الجوار ولا قضايا من هذا النوع. هو الحقيقة يعني الموضوع ده خافت في تونس بشكل حقيقي، يعني يعني حتى في وجود السبسي كان يعني هو يعني تونس أولا يعني كان في حالة من الانغلاق ومحاولة موائمات مع مناطق الصراع اللي حواليها. احنا عندنا كتلة النهضة دي ايديولوجيا بصرف النظر عن من هو المرشح، يعني ده بشكل واضح الكتلة سواء كانوا التابعين للنهضة او اللي هم انسبايرد بيها او متاثرين بيها او البسطاء اللي شايفين ان هم ناس طيبين زي ما كنا شايفين الحريه والعداله طيبين عندنا، دول هيطلعوا على قلب رجل واحد هيدي الصوت بصرف النظر. ذات مسلك الانتماء الحزبي، يعني طالما ان حضرتك ارتضيت ان تكون عضوا منتميا لهذا الحزب فعليك ان تكون مخلص للمترشح حتى وان كان حجرا، يعني كما تقول ادبيات السياسه. المشكله مش في الحزب، لا المشكله دايما يعني احنا اللي راحوا ادوا مرشح الاخوان سواء للرئاسة مش من الحزب. نعم. بدليل حاجة هو كان اجمالي كل ما يملكوه كانوا 5.5 مليون اللي خدهم محمد مرسي. فازاي توصل بعد كده الارقام دي ناس لا اخوان ولا ليهم علاقة بالاخوان. الوضع مشابه في تونس. الوضع انا من وجهة نظري ان فكرة جماعة الاخوان في تونس قريبة لفكرة مصر. لكن في مصر المدى الزمني كان مضغوط، آلية الفرز ربما كانت غائبة، لكن تونس مرت من 2011 وصولا إلى انتخابات في 2019 ثماني سنوات كاملة أو أزيد من ثماني سنوات متصلة ربما فيها قدر من إنضاج العملية بشكل أكثر هدوءا حقيقي. لكن هو اللي بيستفيد بالفترة وبيحشد فيها وبيتوسع بيعمل اختراقات هما الإسلام السياسي، باقي الكتل بتكون معنية في إنها تكسر في بعض، معنية في إنها تناكف في بعض. ده مش في تونس بس، في مناطق كثيرة. فهي الفكرة في كتلة مش هتبص قوي للمرشح، هتبص للسلوجان أو للانتماء أو الشعار، وكتلة أخرى بتقدم برامج متشابهة، ويبقى في الأخير هو الانقسام وتشتت الأصوات. فلو تخيل كده، يعني نتخيل سيناريو افتراضي ان يعني مثلا المرزوقي وموره مثلا فتح موره في الإعادة، ما الحل؟
ما الحل؟ ما انت هتقول ان اصل المرزوقي ده مش نهضه، يعني ده ما هوش نهضه، فهو ده الخيار الصعب. الفرق بقى يمكن انا قلت ان الاخوان قريبين، لكن الشارع التونسي مختلف عن الشارع المصري. يعني حتى انا بكون في 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 لقاءات ديبيت ومعانا معاه طرف من تونس، هم مش بيبصوا الاخوان بالصوره اللي احنا شايفينها واللي هي حقيقيه، هم مش بيبصوا لهم كده حقيقي. يمكن ما ظهرش الوجه القبيح، يمكن ما وصلوش لمرحله من المغالبه اللي حصلت فجاه عندنا في مصر، برلمان ومشوره ورئاسه. فانا اخشى ان هم ما يتعلموش من التجربه المصريه، فيفاجئوا في المغالبه ان اتمررت تشريعات، حصل تغيير لمفاصل الدوله، ان نفاجئ بتونس، تونس التي نعرفها، يعني تونس اللي احنا نعرفها اللي هي تمثل نموذج للتقدميه والعلمانيه المنضبطه. المنضبطه منضبطه نعم. لا حقيقي يعني نعم. يعني اقول لك حاجه، تونس فيها يعني الليبراليه العلمانيه منضبطه، لان هناك من يراهن على فكره الشطط في الفكره العلمانيه او الشطط في المستوى العلماني، هو شكل من اشكال التنفير اصلا من هذا الخيار. انا حسب تساتك حاجه، لما بعض المشاريع القوانين او التشريعات اللي كانت مثيره للجدل، الجواز من غير مسلم، تونس اقل بلد فيها مسيحيين نعم. يعني هي الفكره، هي فكره ان هو بيحاول على نمط اوروبي في شويه مع المحافظه العربيه. في المقابل بقى، على قد ما في علمانيه، على قد ما في المتطرفين الاكثر تطرفا في العالم. يعني تونس ثاني دوله نعم. في العالم كانت انضماما لداعش، القيادات الهرمية في داعش كان معظمها، يعني كان في وقت واحد 17 قيادة من تونس. فده هذا التناقض بتلعب عليه النهضة انها تزيد الجزء الراديكالي في مواجهة الجزء الليبرالي او العلماني. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، شكرا لحضراتكم. ختام هذه الفقرة التي سلطنا فيها الضوء على الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة، والتي سيغلق فيها باب تلقي طلبات المترشحين غدا 9 أغسطس، وستجرى مرحلتها الأولى من الانتخابات في 15 سبتمبر بمشيئة الله. فاصل قصير نعود من بعده لبدء نقاش آخر مرتبط بالجارة التونسية ليبيا.